لما ركبت ما اندفعت ما صارت ما لعبت. اول حركه دائما احب ان تكون خاصه بدايه تكون على ورا ما تكون قدام. ابغى ترجع تبغى ترضيني ورا. ثم التوجيه اليسار ثم التحريك. عم بحرك يمين عكس بنت لاحظ. دون صوت ما بعرف هذا الصوت بشكل مقبول قد تكون فرق شوي بعض الصوت. تعالي بس انه مو بس كي تبقى. المويه قدامها ضرب برا بنت تصلى ولا يقدر تطلع ثلاث مره كذا بس. مثلا يلاحظ الحدث يتحرك كانها هي احذر منك. هذا بحدث شيء جدا مميز شيء جيد. خافت من الموية حركة ممتازة جدا. خافت من الموية حاسة ان الموية تنبغي لك دقة ريوس شيء ممتاز جدا. لما تندفع وتطلع قبضك سوت ارتعت ورا تصرف ممتاز. نبيب جاهزة ترجع ورا لكن ما تنطق ولا تقفز. هي ما عندها مشكلة تطلع بس خافة من الموية. لا اللي قدامها حاضر الموية تحت لا طاحت. هي معي. هنا واضح عندك؟ هي هنا أحسن طبعًا. واضح بس إنه مو بذاك. وقوف. ممتاز جدًا توقف. أهم نقطة توقف الرجوع. اللفة. وقوف. خايفة سويت تلف الوقوف وقف نظرة الشيء مخيف اللي تريد تسعده هذا المطلوب. لما تروغ وتنطلق وقف ترجع ورا ممتاز جدا. وتحرك هلا شو اسوي؟ غير اتجاه طريق ما هي بجاهزه للشيء من مطالبه في الشيء ذا بس يعني بما اني احس بجاهزه ما عليها. ما الكز ما استعمل صف ماطره فقط غير الاتجاه يسار لان هي تروح للشيء تسمى بنفسها لكن الضرب والجلد في الحاله دي حتى لو راحت تحركت تتعقد. تبغى تسوي الشيء بشكل صحيح ما تبغى تسوي الشيء فقط بشكل سريع. ابغى تسوي صح حتى لو طولت. اغير اتجاهها بسلاسه كل ما تحركت قدام وجهت انا. انا هي بجاهزه توها بس يعني اذا تحس انها عليها معنى تصدمك ها؟ كيف كل ما تلخبط ترجع ورا ممتاز جدا. يعني قاعد تحسسها ان اذا ما انت بجاهزه ارجعي مو بس وقفي ارجعي لي. هذا ممتاز. اكثر الخيل المركوبه خطا لما تخاف ايش تسوي؟ تنطلق وتندفع لدرجه ان مرات تندفع عكس مثلا زي كذا تشنع وتنطلق عكس. هذا اكبر خطا. انا ابغى صاير ذي اليد. فعند كل ما تتجرى تدريجيا يعني يوم ورا يوم تدرج خلينا نقول التجرع. يعني نجرب الصوت احس انه ما عاد مرتبكه منه مره بعد جرى فيه. كل ما وقفت وطمأنت عرفت ان الشيء ما صار لها او ما اذاها يتقبل. كل ما حست ان كل ما حاولت تنطلق او تغير الاتجاه تضطر ترضي عن طريق انها ترجع ورا اللي بتحكم بالرجوع ورا تحسنت. تصقع ايه انا شوف هذا برجعها ورا هي خايفه يسار بس. هذه النقطه اهم وضع في الشيء انه اثناء صعوبه الحصان عسيف حار محتر يسهل عليك التحكم اكثر اصلا. يعني حتى لو كان في خطوره ما راح تكون الخطوره انها قويه ولا ثقيله او انها بتفلت. الخطوره تكون انه يرضي عنا. نفس الفكره الحين بالدخول لما ادخل ابغى اقدر اوقفها بسهوله.
صار جبتها عند المكان اللي بتقول لي معصية تحرك فيه وحركتها. هاي يدلك ان دقة هيك صحيحة. طب ليش اختبرها بالشكل هذا؟ عشان احسسها اني متحكم فيك في وضع صعب، شلون لو كان الوضع سهل؟ طبعا لو سويتها ودققت خطأ هذا تصرف خاطئ، تخربها ما راح تزينها. فالفكرة مرتبطة باختصار باني اوزنها في اوضاع صعبة لان دقتي مضبوطة، كانت دقة خطأ لا تسوي شيء. انا ابغى اشطف الشيء المطيط شاطف في الموقف عندي الان، اللي خايفة منه بس دقتي مضبوطة بعد. وشو؟ واضح انت الحين واضح. خافكم تطلع من السدره مو واضح. لا لا واضح ما عليك. هذا اللاعب ركز في وضع رقبه وبقيت رقبه معني وسته من الصداره ولا قتل انشات والطريقه ما تجبرها على التقويس، لاحظ كيف تقويس اليمين مثاليه اكثر من اكثر من تقويس اكثر الخيط. ليش؟ لان دقه اليد مضبوطه. جرب العنان بالنفق البسيط، ابغى حاسس اني اقدر احركها عن طريق النفق البسيط. الفزها فز خلينا نقول. هذا من اهم النقاط، اذا حسيت الفرس جاهز للتحرك حركها فيه زي كذا. احسن من اللكس حتى، التحريك بالعنان نفسه. لان تصير الفرس في اوضاع الحفرة زي كذا، ابغى تحرن او ابغى توقف استطيع احركها بسهوله. وقف. ارجع ورا. وقف الرجول. ما ادخل لين المكان اللي تبغى تدخل فيه متحمسه ثم ارجع. ليش العناد؟ هو من البدعان اللي اوزن. انا قاعد احسسها ان المكان اللي تحرمين فيه والله بحرم برجع للاسطبل بطريقتي. خلاص خلص خلصنا الشغل. لا ما خلص الدقه. يعلمها الدقه. التحكم باتجاه هي تبغى تبي تشطف يمين شاطفه لما تتحكم بالاتجاه يسار. فقط تحكمت بالاتجاه ينهي الموضوع، عشان لو لعبت او سويت شيء ما صار اتجاه. لكن الجر والاخاء واستعمال القوه هو الخطا. انا العب باتجاه لعبه الاتجاه. عشان لو صار لخبطه او صار شيء التحكم كله باتجاه. اذا بتروح يسار هي اتحكم باتجاه، عشان لو صار لخبطه لفت من ناحيه لفه وانتهينا. لكن لو يباني الموضوع فقط على استعمال القوه والعسر خطا. امشي قدام. انا امشي قدام ما ابراهيم سويت حكت باتجاه بس. لو تروح بنتها بس. انا بتحكم باتجاه. لو ضربت هنا ورخيت ودلت كان كسرتني وشنعت وقمصت. انا بس حكت باتجاه. حتى لو لعبها او طيحني تلعب لعب موزون ما تنحاس. قاعد اسوي قاعد اتحكم باتجاه فقط.
طبعا زي ما قلنا لو تحكمت باتجاه وشغلت خطا ما راح تضبطها بتخربها. ايضا شوف الحين رجوع خايفه برجع لنفس المكان اللي تروح هنا بروح مكان روح 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 وقف بسهوله ارجعها ورا المحل اللي تبي تروح له بسهوله اوقفها عنه بسهوله حتى ارجعها ورا عنه هذا من اهم النقاط. اما انها تندفع فيك في الرجعه وتحرم فيك في الطلعه هي غريزه فكر طبيعي فكر بس استغلت عليك معناتها عندك عدم دقه في الركوب تحاول تسوي مع الجميع بس نجحت معك مع السوق خطا. اقل صعوبه الخيل اللي تشوفها تحرن لانها اثناء العصف حرنت فيها ولنقت بس عقب ما انطلقت اول شيء ثم حرنت هنا ما قدرت تنطلق ما قدرت تحرن حتى لو لعبت الان حاول تطيح تلقاها بشكل موزون مقارنه بالخيل اللي مركوب خطين قد يكون في خطوره طبعا بس يعني اقل خطوره من المركوب خطين الان حركتها عكس مكان تبغى الحين برجع لنفس مكان بدون تدريج في اللف نفس مكان اللي تبغى تروح له وقفي ارجعي وقفي على رجوعي وقفي على الرجوع هذا من اهم النقاط الوقوف عن الرجوع انا بالنسبه لي شخصيا يعني يهمني ليش؟ لانه لازم ما تستغل فرص الرجوع عليك وقف وعلمها الوقوف ببساطه زي كذا ثم حركها لا تحسس ان لابد اذا وقفت ترجع ورا عشان ما تستغل الرجوع عليك خاصه الفحول يمكن فرصه اقل شوي لكن الفحول ممكن تستغلها عليك عند الافراس وغيرها تحاول على ما قالوا تستغل الحركة عليك دقريه اثناء نزولي فاحب لما تنزل انزل تكون ثابته خاصه اذا كان البكر بعدك شخص مبتدئ ابغى لما انزل تكون ثابت زي كذا ثبتها جيدا احسن انزل ثم اركي تماما عشان ما ترجع ورا ما ترجع لنا والله ترجع لي على طول دائما لما انزل فرص تكون مرضي العنان عارف العنان تندفع ورا ارضاء للعنان هذا مو بجيد اذا كان يركب بعدك شخص مبتدئ يتوقع انه ناوي تسوي شيء ترضي بس تتوقع انه ناوي تسوي شيء انا احاول اصور بعض الاشياء اللي قدرت والله